السلام عليكم خوتي المغاربة، عرفتي شنا هي أكبر مصيبة تقدر تواجهها في حياتك؟ أكبر مصيبة تقدر تلقاها في حياتك هي ملي كتجيك الطعنة من أقرب الناس إليك، فحال مثلا هادشي اللي وقع للبطل العالمي ديالنا سعيد عويطة حسب الرواية ديالو. وداكشي اللي كيقول قال السيدي 37 عام هو مزوج بمراته وتاق فيها ودار لها وكالة مفوضة، يعني عندها حق تبيع أي حاجة وتشري أي حاجة. صدقت هي بعت له كل شيء على ظهره، يعني كيف ما كتبوا جل المغاربة في العناوين، عويطة تاق في مراته وخلاته على الدص، بمعنى تقصف في السيدة اللي كانت معايا، ولكن تم عليها النصب هي والمحامية ديالنا ديال الدار مباشرة. من بعد ما خرج سعيد عويطة بداك التصريح، الرأي العام المغربي تقسم على جوج، انقسم إلى قسمين. القسم الأول كيقول كي اللي قال حشومة عليها دير ليه بحال هكا، تاق فيها واحد الثقة عمياء وأمنها على رزقه وخوات به. كاين اللي كيقول هاد السيده مرات عويطه عمى عينيها الطمع، يعني غرتها الدنيا وخوات براجلها، ما راعت لا للعشره لا للطعام لا للملح. وكاين اللي كيقول لك صافي ملي شنا هاد القصه ديال عويطه ما بقات ثقه في العيالات. واخا هي بنادم ما خصوش يعمم، ولكن اش غنقول لكم، كل واحد كيقول داكشي اللي كيحس به. ولكن القسم الثاني ما لامش الزوجه ديال عويطه، قال لك خليه هو يستاهل. وكاين شي ناس كيقولوا لا يعقل، هو بطل عالمي وعنده مكانه في المجتمع ومشهور وعنده تاريخ ومخلي باه حارس ليلي. مهم في هذه القضيه كل واحد والغبلغاه، كل وشنو قال وعبر على الراي ديالو. انا غادي نقول لكم من رايي الخاص، من منظوري الخاص، انا غنقول لكم عويطه هو اللي غلط، عويطه هو اللي راكبوا الغلط من ساسو حتى راسو. انا ماشي من دوك الناس اللي غنناقش مع داك الموضوع ونتشفى فيه ونقول ليه انت سرك، انت اللي سمحتي في باك وفضلتي مراتك واحد الوقت على والديك. انا ما غنناقش مع هذا الموضوع كاع في خطر، حيت اللي غيحاسبوا على هذا الموضوع هو اللي خلقه. انا فقط غادي نحملوا مسؤوليه الثقه الزايده، علاش ما خداش الاحتياطات ديالو اللازمه؟ غادي نحملوا مسؤوليه حاجه واحده اخرى غادي نحملوا المسؤوليه ديالها. عرفتي شنو هي علاش هذا المشكل في الاول والاخير كيتعتبر مشكل شخصي، ما خلاش بينو وبين راسو، زعما قالوا للعالم هاد الناس اللي عرفوا غادي ينفعوا بشي حاجه غيرجعوا له رزقه غيعوضوا على شي حاجه، راه ما كنظنش، غيزيدوا غير المرار والدمار. انا كنت في بلاصه سعيد عويطه وقع لي نفس هادشي اللي وقع ليه، ولا اكثر منه ولا اقل منه، ياك انا صغر منك السي سعيد عويطه، عرفتي شنو غندير؟ غادي نكمدها في قلبي وغنسكت، والله ما يسمع خباري شي واحد، ما غنخرج للاعلام، ما غنشكي على عائلتي، ما غيسمعني بنادم حتى شنو واقع ليا، ما غيعرف حتى شي واحد شنو واقع ليا، غنكمدها في قلبي كيف قلت لك وغنسكت. عرفتي علاش؟ حيت كاينه واحد المثل مغربي كيقول وكيعجبني انا بزاف وديما كندير به، كيقول لك الخطيه اللي ما شافوها عينين ماشي خطيه. سمعتيها؟ نعاودها لك، كيقول لك الخطيه اللي ما شافوها عينين ماشي خطيه، الا مشات لك شي حاجه غما تقولهاش للبشر، حيت كاين ألف واحد غيبدا يتشفى فيك. هادشي علاش ملي كتوقع لينا شي حاجه ما كنعاودوهاش للبشر، يعني من الاخر ما خصكش تقول لبنادم شنو مشى ليك ولا شنو واقع ليك، حيت راه شحال من واحد غادي يبغيها فيك، غادي تلقاه باغيها فيك ديال بصح. عليها ما كنشاركوش حياتنا الخاصه مع الناس، كنحاولوا ما امكن ونديروا اللي في جهدنا باش نسوقوا على راسنا غير الحوايج الزوينين، غير الحوايج الزوينين هما اللي كنوريوهم، اما الحوايج الخايبين كنحاولوا ندفنوهم. واش الخاطر المغربي مسكين كيتحقر من عند المخزن ولا كيتحقر من عند عائلته وكيضرب الطم وكيسكت، كدوز عليه الدكاكه في هاد البلاد وكيضرب الطم وكيسكت؟ عرفتي علاش؟ حيت لا خرج وقال داكشي اللي وقع ليه عارف شحال من واحد غادي يتشفى فيه. عليها ديما بنادم كيضرب الطم. عرفتي علاش بنادم خصو يضرب الطم؟ حيت غتلقى في حياتك واحد اللي غيسقيك الماء، اما الشي الاخر كله غيسقيك السم. عليها بنادم كيفضل يضرب الطم وما يشاركش مشاكله مع بنادم. علاش شي ناس كيوقع لهم اللي وقع لهم وكيحاولوا يخبيو ويداري وما يعرفهم حتى شي واحد شنو واقع لهم؟ هادوك اقرب الناس ليهم ما كيعاودوش ليهم. شحال من واحد كيلقى واه صاحبي انت واقع لك هادشي كامل وما قلتيش ليا، في غنقول لك واش عارف علاش ما باغيش نقول لك؟ حيت راه عارف انت اول واحد غادي تشفى فيا، عليها ما قلتلكش. حيت بنادم كتعاود له مشكلك كيصدق معاير كبير في واحد الوقت، ولا يخليك غير تدور وجهك وقول لهم هو ما حمدش الله، هو ما حمدش الله، كان باغي يطير. يعني الشفاية عند البشر قريبة. أنا كنعرف شي ناس في نفس الحالة اللي وقع فيها عويطة، كيكونوا يا إما مشكلين عندهم شيكات كيتاجروا في المخدرات، يعني بالعربية كيكونوا متبوعين، كيضطروا يكتبوا الأملاك ديالهم وداكشي اللي عندهم الأقرباء ديالهم. ولكن في الغالب بنادم كيكون دماغ شوية، كيقسم ديك الثروة ديالو، كيكتب شوية لمو، كيكتب شوية لباه،
كيكتب شويه لخوتو والناس اللي كيتيق فيهم، كتب شويه لخالتو، شويه لوليداتو، ماشي كيشد انسان واحد وكيدير فيه واحد الثقه عمياء، على الاقل ما كيخويش به واحد. وهذا هو المشكل اللي دار عويطه. كون كان على الاقل كتب لبوا شي حاجه في سميتو كان غيلقاها دابا في حزته. الله يحضر السلامه، في الدنيا ما بقى ما يعجب، ما بقى في من تثيق، غير الله يستر وصافي. بنادم ولا ساهل يسلت بك الحصيره، غير هو نوصي بنادم ما يبقاش يتشفى بحال هاد الامور، يخلي الخلق الخالق، خلي كل واحد منه المولاه. لهذا بنادم ما خصوش يبقى يكتب سره هو سمح في بواه، هذاك الشيء بينه وبين اللي خلقه. بنادم ما يدخلش في هاد الامور كاع في خطره ولا يتشفى في السيد، خليه منه لداك الشيء اللي فيه. دابا شحال من واحد كتلقاه كاتب في تعليق كيقول واش هذا هبيل، مال هاد عويطه هبيل ما عنده عقل. باقي شي واحد كيكتب لمراته وكلام مفوضه، واش دابا باقي شي واحد كيشيق في العيالات؟ شحال من واحد كيكتب بحال هكا في التعاليق، كتلقى بنادم دابز غام يديه ورجليه في التعاليق كيقول لك انا والله ما نكتب ليها وكاله مفوضه، والله ما نعقل عليها ولا نكتب ليها شي وكاله مفوضه. وعمي وغشور على راسك، ها اش نديرو كسيدي كتب شي ليها وكاله مفوضه؟ اش عندها ما تبيع لك هاد المراه؟ انت اش عندها ما تبيع لك؟ ياك انت يد القدام ويد اللور، بقات لها حاجه وحده تبيعك انت، ويلا باعتك انت شكون اللي غيشريك؟ غيديك شي واحد، غيديك شي واحد تاكل له الخبز. هو بيني وبينكم مزيان القصص بحال هادو يخرجوا للعلن ونعرفوهم، باش بنادم كيستافد منهم وكيعرف باللي ما بقاش الثقه في الدنيا، وديما بنادم خصو ياخذ الاحتياطات ديالو. بالمناسبه ديال هاد القصه ديال عويطه، غنعاود لكم واحد القصه مشابهه للقصه ديال عويطه. واحد الشيفور ديال الكاميو، ماشي ديالو الكاميو، هو غير شيفور ديال واحد الكاميو، كانوا ساكنين هو ومراته في واحد الحي. مراته صدعات وقالت له هاد الحي خصنا نبدلوه، هاد السكنه خصني نبدلها، بقاش كتبان ليا كحله، ما بقيتش مرتاحه فيها لا انا لا الوليدات. من عادته الراجل كيبغي يدير الخاطر لمراته، الرجال كيبغيو ديما يديروا الخاطر لعيالاتهم الا كان في الاستطاعه ديالهم. هاد مول الكاميو مسكين، عرفتي علاش قلت لكم مول الكاميو مسكين؟ حيت غادي يكون راس وغادي يرجع رجلين، اللي كيتبع راي ديال العيالات. ما علينا، بقات المراه فارعه عليه راسه، بيع الدار بيع الدار نتحولوا بيع الدار نتحولوا، بقات كتفطروا بها وتغدي بها وتعشيه بها. قال لها سيدي ماشي مشكل، ما بقيتيش مرتاحه في الدار، نحطوا على البيع ونمشيو نشريو شي دار وحده اخرى. مهم الراجل لبى الرغبه ديال مراته وعلق بلاكه للبيع في الدار ديالو، وباع الدار وخرج ولا ساكن في الكرة. قال بينا ما لقيت الدار اللي تناسبني وتعجبني وتعجب المدام، فشي قنش وحده اخر مزيان. السيد اش غنقول لك، كان كيتيق في مراته واحد الثقه عمياء، بكثره ما كيتيق هذا الراجل في مراته، الفلوس اللي باع بها الدار حاطه في الدار، ما داش حتى للبنكه. كيقول هادشي راه عادي، عندنا وليدات مع بعضياتنا 20 عام ديال العشره واصلا كيتيق فيها. وتا المراه لحد الساعه طلعت بنت الناس، ما قاصلوش كاع الفلوس، الفلوس بقات في الدار حتى غيجي النهار اللي غيلقاو الدار باش غيشريوها. ملي لقاو الدار اتفقوا صافي غادي يشريها، وعطى الكلمه لمول الدار وعطاه العربون. والسيد هذاك اللي كان باغي يبيع له مزير شويه في الفلوس، نهار ديال البيع اللي اتفقوا عليه باش غيتكاتبوا ويكمل له الفلوس وداك الشيء، الراجل بدا كيقلب على الوريقات ديالو، لا كارط والبيرمي ما لقاهمش، قلبوا الدار كامله قلبوها. وتقول هذوك لاكارت ديالو البيرمي ديالو وداك البسطام ديالو طاح في ام هيشه، ما لقاوش ليه الاثار في خطره. السيد كيقلب على الاوراق هو ومراته وولادو، والسيد اللي غيشري من عندهم الدار تيصوني عليهم كل ساعه، فينكم المقاطعه تسد سربيوني خصني نمشي. ما علينا، الراجل شاد العربوني الا تعطلوا عليه ولا شي حاجه يقدر يمشي يبيع الدار لوحده اخر يدور عليهم. المهم داك السيد مول الكاميو شاف الفوق شاف التحت، قال لمراته هزي ديك لاكارت ديالك انتيا وتبعيني. خلاها هي اللي تكاتب مع الراجل على الدار، يعني الدار دارت في سميتها هي. ملي دار ديكلاراسيو وسوى الوضعيه ديالو ودار لاكارت جديده وخرجت ليه، كيقول لها يلاه نوض يا المراه دابا ردي ليا الدار في سميتي. تما المراه باش كتجاوبو؟ كتقول له مالها في سميتي ما عجباتكش؟ بحال هكا كتجاوبو، كيقول لها يلاه نوضي على الاقل نكتبوها انا وياك في النص. بدا كيطلب غير السله بالعنب، كتقول له مالك ما تايقش فيا ولا؟ شويه ملي كيحرجها وداك الشيء كتقول لي انا ما بقاش كنتيق فيك، تمشي تلوى عليك شي وحده وانا اللي ضاربه معاك تماره ومكبره لك ولادك، تجي وحده ديها بارده غتمسح رجليها وتدخل للدار. اللهم خلي الدار في سميتي، عيا ما يلح عليها ما بغاتش، دارت غير داكشي اللي في راسها هو يخلي لها ديك الدار في سميتها. فينا هو الراجل مول الكاميو دابا؟ الراجل مول الكاميو فينا هو؟ راه كيباش في الكاميو، شفتو اللي كيتيق راه ما عدوش لا شي ليق. قال لك ما كنتش كنظن باللي ديك المراه غادي تلعب بيا هاد اللعب بحال هكا، بالخصوص من بعد العشره وبيناتنا الاولاد. ندمت على داري الاولى اللي بعت، ما كانش عليا من الاول ناخذ برايها ونبيع الدار. وقال لك هي بزاف تاق فيها، الفلوس كانت حداها ملي تبعت الدار وما خذاتهاش، هذا الشيء علاش هو زاد تاق فيها اكثر. قال لك كون كانت ناويه هذه على الغدر كانت دي الفلوس في الاول،
كانت في الاول تهز الفلوس وتهرب، ولكن من مزايا النصاب كيعلمك كيفاش تثيق فيه هو الاول. النصاب ديك السيده اللي نصبت عليك وغير نصبت عليه واستكشفت، ولات كتشارك مع الناس الطريقه كيفاش نصبت عليه. قالت لهم انا اللي خبعت له لاكارت النهار الاول، حتى من هذيك لاكارت اللي كان يقلب عليها هي اللي خبعتها ليه. كتجمع الجيران وكتقول لهم درت له التخبيه ديال السطال ديال الحلوى، ما طاحش عليها. ديك التخبيه اللي كدير الوالده ديالك للسطال ديال الحلوى نهار العيد ما كتلقاش، فحال هكاك دارت الاوراق ديك المراه. واش غنقول لكم في اخر هذه الحلقه؟ ما بقى الثقه وما بقى ما يعجب في الدنيا، نطلبوا من الله الا لقينا ما احسن منا ويدينا في الضوء.